مشاهدينا أهلا بكم من جديد في منبر الثورة في هذه الحلقة الذي نناقش فيها قضية اقتصادية وكذلك تفاعل المجتمع الدولي في مؤتمر المانحين الذي عقد في الرياض. وأعود إلى ضيفي هنا الأستاذ الدكتور حسن ثابت، أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ورئيس الجهاز المركزي لإحصاء. دكتور، كنت سألتك قبل الفاصل ما هي أهم الجوانب التي حظيت بدعم أو الذي ركز عليها المانحون في مؤتمر دعم اليمن في الرياض؟ الحقيقة اليمن متفقة مع المانحين على تخصيص هذه الدعومات، يعني وأنا ضربت لك مثال ممكن أقرأ المشاهد الكريم المجالات. يعني أنا عندي دعم للقطاعات الإنتاجية ودعم للبنية التحتية كالكهرباء والمياه وإلى آخره، وعندي الدعم للتنمية البشرية وشبكات الأمان الاجتماعي يعني، وعندي أيضا دعم للحكم الرشيد كمان للقوانين والمؤسسات وتعزيز الحكم الرشيد والشفافية وإلى آخره، بالإضافة إلى بعض المجالات التي تأثرت بأحداث الثورة. يعني على سبيل المثال بعض المنشآت التعليمية، بعض المنشآت الصحية، قطاع الكهرباء تأثر كثيرا في هذا الجانب، وبالتالي ليس هناك مشكلة فيما يتعلق بالتخصيص. تم التخصيص وفي اتفاق بين اليمن والمانحين، واليمن في هذا المؤتمر قدمت حزمة من المشروعات إلى المؤتمر ليتم بموجبها تخصيص الدعومات يعني، فليست هناك مشكلة في هذا الجانب، وهي شاملة لكافة الجوانب وأهمها البنية التحتية. نعم دكتور، حكومة الوفاق، يعني إن كان هناك من رسائل أو نصائح تريد أن توصلها إلى مؤتمر، إلى حكومة الوفاق الوطني، وزارة الكهرباء، الضرائب، التجارة، وزارة المالية، ما هي الاهتمامات التي يجب أن تركز عليها حكومة الوفاق في المرحلة المقبلة؟ أنا أقول هناك أبعاد لعمل الحكومة، لكن هناك بعد أساسي. هذه الحكومة هي لفترة مؤقتة نعم ولها حدد لها أهداف معينة، هذه الأهداف حددت بشكل كبير في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وبالتالي هي ملزمة أولا وقبل كل شيء بتحقيق هذه الأهداف، ورسالتي إليها أنها تستمر في تنفيذ ما جاء بالمبادرة الخليجية حتى نصل إلى 21 فبراير 2014، وبالتالي يعني نحقق كامل الالتزام بالمبادرة، يخرج المجتمع اليمني إلى سلام يعني. الشق آخر اللي هي أعمالها اليومية، نعم يعني الإدارة اليومية للمرافق العامة سواء عن الكهرباء أو المياه أو التلفونات أو التعليم أو الصحة أو إلى غيرها المرافق، فتستمر في هذا ويكون هناك إصرار من كل رئيس جهاز حكومي سواء على مستوى الوزارات او الاجهزه الادنى، اصرار من كل رئيس جهاز حكومي تمام انه يخدم هذا البلد ويكافح الفساد فيه، ولنعلم جميعا ان مصلحتنا وتقدمنا ومكاسبنا الحقيقيه هي في محاربه الفساد إذا لا في تكريه الفساد. نعم، إذا دكتور دعني أذهب إلى عدن والدكتور محمد حلبوب أستاذ علم الاقتصاد بجامعة عدن. دكتور محمد، مساء الخير. نعم دكتور، مساء الخير. دكتور محمد، مساء الخير. دكتور محمد، هل تسمعني؟ إذن سنعود إلى المتصل بعد قليل. كنا نتحدث عن حكومة الوفاق، ما هي الأولويات التي يجب أن تقوم فيها في المرحلة المقبلة؟ كما قلت لك الأولويات هي حددت في المبادرة الخليجية وأيضا في برنامجها، في برنامج الحكومة، الحكومة أخذت الثقة على برنامج معين، نعم وبالتالي أنا ما أستطيعش أقول لها حاسبة خارج هذين الإطارين، خاصة كما نعلم أنها لفترة محددة، إطار المبادرة الخليجية في الجانب السياسي، وفي الجوانب الأخرى اللي هي برنامجها الذي أخذت عليه منحت الثقة على أساسه من البرلمان يعني. نعم فهذا هو الأساس يعني، وكما ذكرت أيضا أنه كل مسؤول جهاز لابد أن يستشعر المسؤولية ويعمل بقدر استطاعته، والأمور هي إلى خير عندما ننظر إلى ما قطعناه، هل هو في الاتجاه الصحيح، هل هو في اتجاه التقدم؟ أنا أقول لك نعم إنه في الاتجاه الصحيح وفي الاتجاه الصاعد،
حقيقة يعني أنا أعبر على التعبير الاقتصادي أنه في اتجاه صاعد وفي اتجاه صاعد محقق لأهداف الثورة إن شاء الله. نعم دكتور، هناك عدد من الدول والمنظمات أجلت دعم اليمن، يعني إعلان دعمها لليمن في الرياض، وقررت إعلان دعمها لليمن مؤتمر في نيويورك. مؤتمر نيويورك. برأيك، قبل أن تجيب على هذا السؤال، دعني أذهب إلى المتصل الذي عاد لنا الآن، الدكتور محمد حلبوب، أستاذ علم الاجتماع في جامعة عدن. دكتور مساء الخير. ألو، نعم دكتور، أنت أستاذ علم الاقتصاد بجامعة عدن، عفوا دكتور. برأيك، هل كانت المنح وكذلك الدعم الدولي الذي جاء في مؤتمر الرياض، هل كان ملبيا لطموحات المرحلة المقبلة، المرحلة الانتقالية؟ أولا أنا اسمي الدكتور محمد حسين حلبوب، نعم وبخصوص السؤال نعم طبعا يجب أن نعرف أن هذا الدعم قد انتظرناه أكثر من 2 و10 أشهر، نعم وهذا الدعم يعني هو دعم مناسب ويعني يتناسب مع أولا عدد الذين تقدموا فيه أو الذين تعهدوا فيه، نعم وكذلك المشاريع التي هي مخصصة لها هذا الدعم. نعم. لكن هنا أحب أن أشير إلى أن هذا الدعم هو جزء من وصفة علاجية متكاملة للمعضلة اليمنية. نعم. هذه الوصفة تتضمن المبادرة الخليجية، نعم. ومجموعة أصدقاء اليمن والدعمها الدولي، نعم. لمساعدة اليمن في لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية، نعم. كذلك الثورة السلمية كآلية للضغط الشعبي، وأيضا الحوار الوطني الشامل كآلية للتوافق الحضاري، وكذلك القرار الملزم تحت الفصل السابع من مجلس الأمن الدولي. يعني بأن هذا الدعم هو بمثابة مقوي، إذا استخدمنا لغة الطب البشري هو بمثابة مقوي، يعني جاء بعد أن حصلت اليمن على المهدئ المتمثل في المبادرة الخليجية، ولكن الثورة السلمية هي التي تمثل المضاد الحيوي الذي يستطيع القضاء على الجراثيم. كذلك إن الحوار الشامل هو يعني علاج من أجل إعادة بناء الأعضاء والأنسجة التالفة، وكذلك جاء قرار مجلس الأمن من أجل ضمان نجاح الحوار الوطني وضمان نجاح كمقوي دولي لضمان أو كضامن أو كمقوي دولي لضمان نجاح الحوار. يجب أن نأخذ الدعم المقدم لليمن في الرياض، نعم. كجزء من علاج متكامل مكون من 5 آليات، هذه الآليات كلها تؤدي إلى علاج المعضلة اليمنية. وبالمناسبة، فإن هذا المبلغ هو ليس المبلغ الإجمالي، بل إنه في نهاية الشهر، نعم. تاريخ 26 أو 28 من هذا الشهر، سوف يتم الإعلان في نيويورك عن المبلغ المتبقي من قبل من لم يصرحوا بالمبالغ التي سيتعهدون بها. نعم دكتور محمد حلبوب، هناك دعم حصلت عليه اليمن، برأيك إلى أين يجب أن يذهب هذا الدعم؟ اليمن حصلت على إسعافات أولية لما حصل، إذا كنت تتحدث عن ما حصل من دعم خلال الفترة العام الماضي. خلال العام الماضي كانت اليمن بحاجة إلى إسعافات أولية للحفاظ على سعر العملة وللحفاظ على بقاء الدولة حتى تظل على قيد الحياة، وقد تكفلت بهذا الدعم المملكة العربية السعودية، وهذا الدعم لم يكن سوى يعني إسعاف أولي. طبعا في المرحلة التي كان فيها النظام القديم، النظام الذي فشل أخلاقيا واقتصاديا وسياسيا وعسكريا وأمنيا، هذا الدعم ذهب إلى مجالات لا ندري عنها شيء. أما الدعم الذي جاء بعد الانتخابات الرئاسية، فهذا الدعم بكل تأكيد قد ذهب إلى مجالات يعني مبررة، حيث أنه استطاعت الحكومة الجديدة أن تكسب ثقة المجتمع الدولي الذي لم يستطع النظام القديم تحقيقه،
وبسبب ذلك الانعدام الثقة بالنظام السابق انتقلت مجموعة أصدقاء اليمن من لندن إلى الرياض إلى الإمارات إلى عمان إلى برلين ثم إلى نيويورك دون أن يتم الإعلان عن هذا الدعم. ولم يتم الإعلان عن هذا الدعم اللي هو 6 مليار و4 من عشرة إلا عندما تحقق للمجتمع الدولي وبالذات لمجموعة أصدقاء اليمن بأن هناك حكومة تستحق الثقة وأن الشفافية والتعامل النزيه والصحيح سوف يكون أحد ثمار هذه الحكومة. نعم، إذن الدكتور محمد حسن حلبوب أستاذ علم الاقتصاد بجامعة عدن، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور حسن ثابت أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء. دكتور، كنت سألتك عن الأولويات التي يجب أن تقوم بها حكومة الوفاق بهذا الدعم، يعني اليمن حصلت على دعم، ما الذي يجب على حكومة الوفاق أن تقوم به؟ هل الاستقرار الأمني، استقرار سياسي، أم تلبية احتياجات المواطنين من كهرباء ومواد غذائية وطرق؟ هذه مسألة مفروغ منها، لأنه لم يوافق الداعمون على هذه على صرف هذه المبالغ إلا بعد التخصيص. نعم. وبالتالي الحكومة اليمنية قدمت. نعم. بالإضافة إلى التخصيصات السابقة التي قرأتها على المشاهد الكريم، هناك بعض التخصيصات التي ستخصص نتيجة الحاجة الملحة نتيجة الأحداث، يعني أحداث الثورة يعني، وهذا شيء مفرغ منه يعني. وكما ذكرت قدمت اليمن حزمة متكاملة من المشروعات لامتصاص هذا الدعم، ليست هناك مشكلة يعني، لم يعد السؤال قائم أين يجب أن يذهب، لا خلاص حدد أين يذهب، ولكن متى سيأتي حتى نخصص يعني حتى نبدأ بالمشروع. يعني أنتم كاقتصاديين ما فيش عندكم ملاحظات يعني على أين سيذهب الدعم؟ مفرغ منه، لأن الحكومة قدمت الداعمين قد طلبوا هذا قبل التخصيص على هذا الأساس يعني. يعني السؤال ما هي المجالات، السؤال المانحين قبل فترة ما هي المجالات التي تريدون منا أن ندعمها، فنحن قدمنا المجالات التي نريد من الداعمين أن يدعمونا يساعدونا فيها، وهذه زي ما اوريدي معروفه يعني، ليست هناك مشكله يعني. طيب هل تتطابق اولويات الداعمين لا شك واولويات المدعومين؟ لا شك انه اولا لابد تتطابق مع حاجتك انت. نعم. وبالتالي انت وافقت وفق حاجتك. الداعمين يكون لهم ملاحظات حول الموضوع، فاخذت المساله اخذ ورد حتى تم الاستقرار على دعم مجالات بعينها يعني. يعني نعم. ليس هناك خلاف مثلا بين المانحين الحكومة اليمنية على دعم قطاع الكهرباء، ليس هناك خلاف مثلا بين المانحين والحكومة اليمنية على دعم الجوانب الإنسانية زي النازحين زي الأطفال زي إلى آخره، ليس هناك خلاف على دعم البنية التحتية على سبيل المثال يعني المستشفيات المدارس الطرقات، فكلها الحقيقة في اتفاق عليها مسبق يعني. هو المسألة الآن متى سيأتي هذا الدعم وتبدأ على عجلة الإنتاج تدور. نعم دكتور، هل هناك دلالة لعقد مؤتمر مانحين في الرياض ومؤتمر مكمل في نيويورك؟ طبعا لو جئنا إلى تشخيص المسألة سنلاحظ أن الفاعلين الرئيسيين ثلاثة أطراف في هذا الموضوع: مجلس التعاون الخليجي بدوله الست، الاتحاد الأوروبي وأمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية، الأمم المتحدة بمؤسساتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤسسة التنمية الدولية، المؤسسات الأخرى اليونيسيف وإلى آخره. تمام، هذه الأطراف طبعا محور حركة هذه الأطراف تمام، ورأسها هي نيويورك لندن الرياض. نعم. وباعتبار الرياض جارة لليمن وأكبر داعم، والحقيقة أن أكبر دعم هو يأتي من دول الخليج. نعم. تمام، ولكن في إطار الشراكة الدولية، ولكن ممكن يكون بين دول الخليج واليمن، لكن الدعم تم في إطار الشراكة الدولية، إطار المجموعة الدولية بشكل عام يعني. وباعتبار اليمن جارة للمملكة العربية السعودية، والسعودية تؤثر وتتأثر باليمن، وباعتبار أن أكبر دعم يحصل من أي دولة من الدول الداعمة هو المملكة العربية السعودية، فطبعا يعني كان بديهي أن الملف سينتقل إلى الرياض يعني، شيء بديهي يعني. يعني أنت إذا نظرت إلى ما أعلن من دعم حتى الآن 50% منه من المملكة العربية السعودية وحدها يعني.
نعم دكتور، كيف ترى تقديم السعودية لمليار دولار إلى الخزينة العامة، وكذلك منح اليمن منحتين بمبلغ 97 مليون ريال لتمويل بعض المشاريع؟ لا، هو الدعم السعودي هو 3 مليار و250 مليون، هو قسم كالتالي: مليار و700 مليون للمشروعات الإنتاجية، الطاقة، البناء المؤسسي، الكهرباء، المياه إلى آخره، مشروعات محددة في المشاريع التي قدمت بها الحكومة. متى ستنفذ هذه المشاريع؟ لحظة اسمحت لي، المليار سيودع في البنك المركزي لدعم استقرار العملة، 500 مليون لدعم ضمان الصادرات، خصصت في هذا. متى ستأتي؟ قلت لك هذه طبعا تخضع للمفاوضات بين اليمن المانحين، وربما نستشف البداية الأولى لبداية مجيء الدعم في مؤتمر نيويورك. يعني الآن المؤكد، الشيء المؤكد اللي هو المليار الذي ستودعه المملكة العربية السعودية في خزينة البنك المركزي اليمني، هذا مؤكد أعلن عنه أنه الأسبوع القادم سيتم، وأظن كما رأينا وقعت الاتفاقية بين المسؤولين السعوديين على هذا الجانب وبين محافظ البنك المركزي اليمني في هذا المؤتمر. يعني أما متى سيأتي، هذا يخضع للبرنامج بين الحكومة اليمنية والمانحين، وفي الغالب الأمر في تصوري سيخضع لرغبات المانحين. نعم دكتور، برأيك هل الحكومة الحالية قادرة على تأسيس وبناء اقتصاد لدولة حديثة قادمة؟ طبعا انت، هذا السؤال كبير يعني، ما هوش لكن ببساطه أنت تراقب ان تحركات الوزراء، اي تحركات رئيس الوزراء، نعم. خطابات رئيس الجمهورية، يعني بإمكانك الآن أن تقيم، هل الحكومة الآن عازمة وجادة في بناء دولة اقتصادية قوية؟ اولا لا اشك في توفر النيه حقيقه يعني، نعم لكن فقه الواقع ابلغ، ينبغي ان يؤخذ في الاعتبار. يعني هل نحن في هذه الظروف قادرين أن نحقق هذا؟ أنا أقول هنا صعوبة في الوقت الحاضر أن نحقق ما نريد بنسبة عالية، لكننا سنحقق إن شاء الله داعمين. أنا على يقين إذا تجاوزنا المسألة السياسية أننا سنؤسس لدولة اليمن الحديث، وكما ذكر وأشار بعض السياسيين أن مثلما أن ميلاد اليمن ولد في فبراير 2011 بداية أحداث الثورة، وولد في توقيع المبادرة الخليجية، وولد في انتخابات 21 فبراير 2012، سيلد أيضا ويتحول إلى دولة وتلج العصر الحديث في 21 فبراير 2014. نعم دكتور، الرئيس مرسي دعا الأشقاء وأصدقاء اليمن إلى دعم الاقتصاد اليمني، وكذلك أعلن وقوفه ومصر إلى جانب اليمن، ما الذي يمكن أن تقدمه مصر لليمن؟ أولا أقول أن العلاقة بيننا وبين جمهورية مصر العربية الشقيقة علاقة تجاوزت، هي متجاوزة للحظة الراهنة، وكما نعلم كان لجمهورية مصر العربية دور فاعل في إنجاح ثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، حقيقة لا ينسى هذا الدور نعم. يعني، ودماء المصريين في على الأراضي اليمنية لن تنسى يعني. في الوقت الحالي واليمن، خليني أرجع للأساس، نعم، واليمن مدينة لجمهورية مصر العربية أيضا في الجانب التعليمي. يعني نعم كلنا يعلم ما في قرية من قرى اليمن إلا وصل لها مصري، ووصل لها سوري، وصل لها عراقي سوداني يدرس، وسوداني، وكل أشقائنا الدول العربية اللي كانت متقدمة علينا في الناحية التعليمية. ما قاله مرسي اليوم لا شك أنه يشكل دعم، وصحيح قد لا تستطيع مصر تدعمنا ماديا، لكن أيضا تدعمنا سياسيا. ما جرى اليوم هو دعم سياسي لا شك. أضف إلى ذلك أن أتصور أن الحكومة الحالية في مصر أخذت يعني على عاتقها أن تحيي بعد الوحدة العربية والإسلامية، وهذا لا شك أنه سيفيدنا يعني. بالإضافة إلى أن مصر والحكومة المصرية الحالية كحكومة ثورة، نعم لا شك أن لديها اهتمام في دعم الثورات العربية. ونحن سمعنا خطاب الرئيس المصري مرسي فيما يتعلق بسوريا، وهذا يشكل دعم للثورة السورية غير عادي يعني.
وما جرى في مصر هو لبنة أساسية على طريق بناء والتحول السياسي الديمقراطي في الأقطار العربية والإسلامية. دكتور، إن كان الاقتصاد اليمني يحتضر، ما هي أبرز الاحتياجات لإنعاش الاقتصاد اليمني؟ أولا يعني أنا لي اعتراض على كلمة يحتضر، يعني لأنه ببساطة أنا كاقتصادي أنظر لها، أنا لي من خليني أقول من بداية أحداث الثورة، ترجمة يعني قرابة سنة ونصف، يعني وأنا لا أتلقى دعومات إلا القليل القليل، وبالتالي عايش على جهدي الذاتي يعني، نعم ولولا الأحداث الأمنية لكان حالي أحسن حتى بدون دعومات من الخارج يعني. فأقول لا، هو لا يحتضر حقيقة، لكن يعاني من بعض المشاكل، ويكفي نقول لك أن الفترة الماضية سنة ونص حكومة الثورة والشعب اليمني، رغم الأحداث، رغم القوى المضادة للثورة والتربص والحروب والهدم اللي قدرت هذا البلد، لكن الأمور مشت. صحيح عانينا، طبيعي أن نعاني، أي أمة في مراحل التحول لابد أن تعاني، نعم لا يوجد أمة على وجه الأرض تمام ما عانت في مرحلة التحول. وخلينا ننظر الآن كم يعاني الشعب السوري تمام في سبيل مطلبه إلى التحول، يعني فهذا شيء طبيعي. يعني ما الذي تحتاجه؟ نحن نحتاج كل شيء نعم حقيقة. يعني أنا عندي على سبيل المثال عندي نقص في البنية التعليمية، عندي نقص في البنية الصحية، عندي نقص في الكهرباء، عندي نقص في الطرقات، عندي نقص في مستوى الدخول، عندي نقص في مستوى الثقافة، عندي نقص في مستوى التعليم بشكل عام، سواء التعليم العام أو التعليم العالي أو إلى آخره. أنا أحتاج لكل شيء، يعني يكفي أننا كشعب وكجيل شباب يتطلع إلى أن يصل إلى ما وصل إليه العالم، وبالتالي ما الذي نحتاجه؟ السؤال الذي الجواب جواب ما الذي نحتاجه هو الفرق بيني في وضع الراهن وبين العالم الذي أطمح إليه، هذا هو الذي أحتاجه في كافة الجوانب، في السياسية والاقتصادية والاجتماعية. نعم دكتور، كيف رأيت حديث باسندو عندما قال أن الفساد في اليمن لا زال موجودا لكنه لم يعد يحظى باهتمام رسمي، أو لم يعد لديه دعم رسمي؟ الداعم الرسمي؟ طبعا لا شك، احنا صحيح قامت الثورة وجاءت حكومة الثورة ولكن لا نزال نعاني، وهذا شيء طبيعي نعم لأنه ما يزال هناك في مفاصل الجهاز الإداري الحكومي تمام الفساد مستشري. نعم يعني أنا أقول لك أنه لو سألتني سؤال كم أزيح من الفساد تمام في على مستوى الأجهزة الحكومية، أقول لك لا يتجاوز 20%، وما يزال 8% باقي يعني، وربما أضيف إليه أنواع أخرى من الفساد لم تكن معروفة من قبل يعني. مثل ماذا؟ تمام، يعني على سبيل المثال فساد النهب، في الناس في العالم اعتادوا يسرقوا سيارات، يسرقوا، احنا اليوم نسرق دبابات ونسرق مصفحات ونسرق، هذا فساد جديد على مستوى الجهاز الحكومي يعني، فهذا نوع من الفساد الجديد لم يكن معروف حتى على مستوى العالم. نعم، إذن يا دكتور يبدو أن الوقت انتهى. إذن أشكر ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور حسن ثابت، أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء، كما أشكر ضيفاي من عدن وتعز من تعز الدكتور محمد قحطان أستاذ علم الاقتصاد بجامعة تعز، وكذلك الدكتور محمد حسن حلبوب أستاذ علم الاقتصاد بجامعة عدن. كما أشكركم مشاهدي الكرام على حسن المتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.